ديانا كاملين، المغربية للألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. MDGS معا بروح رياضية. ما حدث خلال منذ يوم الاثنين الماضي كان هناك شعور وتكاتف واهتمام بموضوع الكتابة الحائطية والتي نالت من شخص الرئيس والعائلة دياله. وكان كما ذكرت أخي العزيز تم رد فعل وهو قضية استقالة جماعية لأعضاء المجلس المسير. لكن الشعور ديال والمساندة ليس فقط على المستوى المحلي بمدينة أسفي، ولكن كانت هناك مساندة من طرف عدد من الفعاليات ومن المسؤولين على المستوى الوطني اللي يشتغلوا في الحقل الرياضي وفي الحقل الجمعوي على أنهم أبدوا مساندتهم لشخص الرئيس وللمكتب المسير وبدرجة خاصة لرئيس الفريق وللعائلة دياله. وهذا ما حمل الناس الفاعلين الجمعويين الفاعلين المنتخبين من الجماعة المحلية وكذلك السيد والي عامل إقليم أسفي على أنهم يتدخلوا سواء في إطار المساندة والدعم النفسي لرئيس الفريق ولعائلته وكذلك لدعم الفريق وإدارته إدارة دياله الإدارية والتقنية من أجل المواصلة في فريق أولمبيك أسفي بشكل اللي بدأوا به ودعمهم. وهذا ما جاء خلال الكلمات سواء خلال زيارة اليومين الأخيرين أو كذلك اليوم في حفل الفطور الذي نظمه الوالي عامل إقليم أسفي على شرف الفريق أولمبيك أسفي لاعبين ومسيرين وإداريين وتقنيين، واللي كانت الكلمات ديال المسؤولين دائما تنصب في الاستمرارية وفي الدعم والمادي والمعنوي واللوجستيكي لتجاوز هذه المرحلة. والكرة القدم هي دائما لعبة تحتمل الانتصار وتحتمل الهزيمة والتعادل، والفريق الآن يعتبر من الفرق كما جاء على لسان المسؤولين وكذلك من خلال المشاهدات ديال المتتبعين الرياضيين على الفريق بصمة هذه السنة على مستوى جيد على مستوى اللعيب خانته اللمسة الأخيرة من خلال النتائج، وهذا يمكن إصلاحه باعتبار أنه يتوفر على مدرب كبير له كاريزما معينة اللي هو عزيز العامري، وكما جاء على لسان الناس الحاضرين على أن بالنظر لتاريخ الكرة المغربية جيل عزيز العامري من المدربين واللاعبين هو الوحيد الذي استطاع أنه يفوز ببطولة المغرب ويبصم على المستوى وعلى رسم ومنهاج تكتيكي جديد. وهذا ما حمل هذا الاهتمام وهذا المساندة ما حمل رئيس الفريق وكذلك المكتب المسير على أنهم يرجعوا في استقالة ويوفرون مسيرة الفريق اللي اليوم يرحل إلى مدينة طنجة لمنازلة فريق اتحاد طنجة في رسم الدورة التاسعة. شوف تي في بوينت. في البداية كانت هناك الفعاليات الجمعوية والرياضية بمدينة أسفي، ثم الجماعات الحضرية في شخص رئيس الجماعة الحضرية ونائبه ونائب رئيس المجلس الإقليمي وكذلك الجهوي، ثم التدخل ديال السيد الوالي وعامل إقليم أسفي كذلك رئيس المكتب المديري الجمعيات النشيطة رياضيا بالمدينة كلهم بالإضافة إلى الفاعلين الرياضيين حتى هما كيشوفوا على أن الفريق هذه السنة تسيروا وتدبيروا واللاعبين اللي عنده والمدرب وغيره ما خصوش يضيع لمجرد أن بعض المراهقين أو بعض الناس اللي قاصرين وتصرفوا تصرف طائش وكتبوا هذه الكتابة الحائطية للمسؤولة ما خصوش تأثر على المسيرة التنموية وتعطل المسيرة اللي بدأها المكتب المسير منذ السنة الماضية وهذه السنة. شوف تي في بوين. لا بالنسبة للمتابعة القضائية لازالت الشكاية لازالت قائمة إلى أن يكشف الناس ديال الأمن الناس ديال القضاء على من هم الأشخاص يحرضون هاد الناس أو من يقوم بهذا العمل لضرب بين اليدين الحديد، لأن احنا كنسيروا المجتمع المدني والمهم في الرياضة المهم في الرياضة وفي جمعية المجتمع المدني وهو أنهم يبعدوا الشباب ديالنا عن تعاطي المخدرات وتعاطي الفساد وغيره، والرياضة هي البوابة الوحيدة لإصلاح المجتمع أي سواء كان مجتمع مغربي أو غير مغربي. الرياضة هي الوسيلة الوحيدة. الآن كنشوفوا الشباب ديالنا كيفوزوا ببطولة العالم للملاكمة، كيفوزوا ببطولة العالم للكاراتي، كيفوزوا ببطولة العالم في الشباب ديالنا اللي مشوا لقمة إيفرست. إذن الرياضة هي المتنفس الوحيد لإظهار القدرة ديالو والمكبوتات ديالو، وما يمكنش شي مجال آخر من غير الرياضة اللي تحتوي هاد المشاكل. والذهاب في طريق ومسار آخر غير الرياضة هو عمل غير منتج ولا يمكنه أن يؤدي أي نتيجة.